تلتد، تلتد الجديدة، ميجا مول بدل ريتيل، رهيبة. يو وش هذا؟ لحظة، قولي اوه هذا الشتغل الجديد. هلا بوي، هلا بوي، خلفيه مره جميله. انزين اوكي، السلام عليكم، كيف حالكم؟ انا زوم كيلر تشكلي، وش هذا الفيديو اللي هو عندنا اليوم يا جماعه؟ مقطع السيزن التاسع شباب من فورتنايت. واو، سيزن تاسع. طيب في البدايه كالعاده يعني لازم نشتري الباتل باس. اسحبوا اسحبوا، انا ما اعرف ليش كل بدايه سيزن لازم اتحلطم يعني. اوكي جيب ال 25 تارجي. يا هلا يا هلا يا ويلكم. طيب اوكي، هذا اول سكن. اوكي مو مره جميل بالنسبه لي. اوكي نيكست. والله هو يعني زوين زوين. اوكي يا جماعه ما ابغى اطول عليكم، خلونا على طول ندخل الى الجيم لاني متحمس. انا متفائل مره بهذا السيزون، ما ادري ليش بس جد متفائل. اذا تبغى تدعمني ممكن تستخدم كود الايتم شوب اي ادم، ما تقصر يعني، يعطيك الف عافيه. وخلنا نشوف، يلا بسم الله. اوكي اوكي، تلتد، تلتد الجديده، ميجا مول بدل ريتيل. اوكي يعني الاماكن اللي تدمرت جت بدالها اماكن. حلو اوكي، حلو والله حلوة. يا ساتر يا ليتشت. قول له عطر المسيخ، عطر المسيخ. ايوه ايوه، ادم تلتد عاد، عاد وبقوة، عاد اليكم من اوكي. ما فاد ما فاد. ولي اوكي، في واحد ثاني. وش هذا؟ لحظة، قولي اوه هذا الشتغل الجديد. افقع يا الذيب افقع، بس هذا وش يسوي؟ قولي يا اخي ما يريح يا اخي، وش النصب قديم هذا، ايش اخباري؟ اوكي شباب، هالمرة خلينا نشوف ريتيل الجديدة اللي هي ميجا مول. اوكي إيه صح يا جماعة، اللي جرب السيزن يكتب لي رايه تحت في الكومنتات، وش رايك بالسيزن؟ عجبك ما عجب؟ اكتب لي رايك تحت في الكومنتات. هذه حقت سونيك يا اخي، رهيبة شكلها. ما زال موجود البيت. اوكي اوه وش هذا السلاح؟ اوكي واو يا الايم، لا لا ام يا اخي قطعة يا اخي. يا اخي ما عندي مرة ثانية ميجا مول، يلا مرة ثانية. هي ما يطلق. مالت عليكم والله، صارت السالفة عناد. بنزل يعني بنزل ميجا مول، انا اعلمكم. رهيبة يو. ما شاء الله، لو واحد بس يكحف وجهي مت. حلو ها.
عشانكم تلتد والله. خلاص عشان حط لي الهاشتاج لو سمحت. يلا عدم تلتد. اوكي شكرا يعطيك الف عافيه. هاي شوف نزلت على وشه جميل. يا ساتر. خلاص انا اسف كنت شاب ومتحمس. بقول لك شيء ما يحط عليه. المهم خلنا ننزل بلزنت. يلا واحد ما يخلوه يستانس في ال والله العظيم. اصبر بقول لك شيء اصبر حبيبي هالمره مو يكح هالمره بس يتنفس. همت. يا ساتر يا رب. يعني عليك يا شيخ. ثنتين يعني متكت. هلا ابوي. لا ادم لا ركز يا اخي. بينكم جوعان. ما له دخل. لا والله يعني ما ادري والله شفت تعزك والله. بلا تلتد بلا خرب. امشي. عدم شعان. هذا بعده معاي. بقى انا واحد. يا ساتر وش السالفة شباب؟ يمين يسار اي سي. إذا حابين تنضموا معاي في دورة تعليم كيف تفوز، رقم التواصل تحت في الديسكربشن. بس هذا كان اليوم، كان مع أخوكم آدم أو الأستاذ آدم معليش. غزة. إيزي شباب، إيزي يا أخي.